من فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد وأدركها حين الدفن فهل له أن يصلي عليها بعد الدفن؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة دفنت وهو غائب، صلى عليها وإلى شهر. وعندنا في المذهب يجوز الصلاة إلى شهر، ولكن حقيقة ليس هناك دليل يحدد بشهر، لأن الرسول صلى إلى شهر، ويمكنها لو متأخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي عليها، فتحديد بلا شهر ليس له دليل. فمن كان غائبا مثل طالب مبتعث الآن في أمريكا وجاء وجد قبر والدته وقد يعني دفنت بعد جاء بعد 7 أشهر سنة وأراد أن يصلي على القبر، لا بأس بذلك، ما فيه إن شاء الله شيء.